بيزار ثالث من الهجرة. يا قوم، هل سمعتم بالخبر الأخير؟ وما هو يا هشام؟ إن قزاحة بنو سلق علقها، وقد قال لي البارحة أنه لا يريد الذهاب إلى فرنسا، إنهم ينحون في العين على أنفسهم، ونحن نتمنى لهم كل الخير. كان معي البارحة وقال لي لا تقول لأحد، ونحن نحوس عليه أو نسقسي عليه. فاليوم بحره شاكان سان بورسوا. وهل سمعتم الخبر الأخير؟ وما هو يا هشام؟ إن قرصة بنو رخسيس قد تزوج بإيميغري ودارت له لبابي. وكيف حدث هذا يا هشام؟ لبابي هذا يا هيئوت الماضي فاكونس، وتعرف عليها في بونابيتش فغمز فضحكت فداعبها فقبلت، وبذلك قالت له سأنفيتيك لموا بروشان. لقد ذهب فوق الجمل تاع بيبس بانو فطيرة، سلفهولو أو كراهولو لا أدري. وهل تدري أيضا يا كعب؟ وماذا يا هشام؟ إن الفيزا عادت صعيبة يا كعب، لازم تدرح سيرتيفيكات مارياج. إنهم قالوا بدل الكونسيل يا هشام. لقد يبدلون الكونسيل كما القماج، صباح كونسيل لعشية كونسيل. إنهم يموتون على القيس. لقد علقها قزاحة بنو قرقص بميلورو أو أكثر، لا أدري سوما. إني أعرف أحد الأشخاص يا هشام، أتريد أن تشتري فيزا؟ لا، أنا لم أديسيدي بعد أن أذهب إلى فرنسا وإنجلترا، بل قلبي على كندا. يقولون أنه البرد لكن فهد راهم كبار، والزواج فيها سهل، وكل شيء يوجد في كندا، ولكنني ما زلت ميزيتي على الذهاب إلى كندا. إن الدعوة الآن محرقة ولا أبيع الإبل بعد. وإذا بعت الإبل سأبيع الخيمة أيضا، وإذا بعت الخيمة سأبيع المحل الذي يوجد في القزاحة. ولكن يا هشام لم يتكلمون العربية. إنها حاجة سهلة يا كعب، ألا تدري إذا خالطت قوما 40 يوما أصبحت منهم. إنهم صح كفار، ولكنهم لا يأكلون عرق الناس ولا ينافقون عليك ولا يكذبون. إذا قال لك رونديفو على 9 سيأتي على 9، وليسك مثلنا، نحن نكذب على بعضنا البعض وننهل على بعضنا البعض ونقطع بعضنا البعض، ومن لا نمشي في التريطوار ولكن نمشي في الطريق، ونحرق لفروج ونسرق لبورتابل ونأكل أموال اليتامة والبعير، وبعد ذلك تراه يصلي في الجمعة. هذا افتراء يا كعب، أنا أريد أن أبدل البلاد وأذهب عند الجر وأعيش معهم. معك حق يا هشام، كلامك صحيح، معك حق 100% يا هشام. بيصير معي حق، ولا أنا أعجن الرش مصباح، إنني أتكلم في الحقيقة. حقا إني أريد الذهاب إلى هناك لأنني كرهت من هذا البلد الميت. إننا بوز من بكري وإحنا بوز، إننا مثل الكادر المعلق لا يتحرك، لا تطورا لا شيئا. التقطاع والشماج وكل شيء، خلي البير بخطاه، لا أريد أن أتكلم عن المشاكل.